الظمأ في القلب لا في الفم، والشوق يعذب فؤادي منذ افترقنا يوم التقينا أول مرة. إن كان مديحا استمعنا، وإن كان غزلا امتنعنا، لنا دار للأخيار. أخاف عليك كثرة التفكير، فهي تبني الجسد وتضعف من قواك. التفكير في بوهيس أمر جميل وإحساس مجبول بالسعادة وبالألم أيضا. لا أخفي عنك، يا بنيتي، أتاني كبير العرب خاطبا وإني أنوي أن أزوجك إياه، فما جوابك؟ لو أنني مررت في القبائل أخطب زوجة لي، ترى أيردني أحد من الناس خائبا؟ والسهاد والصمت الطويل ومسحة الحزن هذه على وجهك لا بد من سبب يا بوهيسة، ولكل سبب مسبب. خفف السيرة يا ابن عوف، نفرت الظباء. تقول لي نفرت الظباء وأنت تسير كالناقة الشاردة؟ ما أجملهن يا حارث، كل واحدة تحاكي البدر بجمالها. هيا نرد الماء يا رجل، قتلنا الظمأ. أشرد منك البصر يا ابن عوف. هل لنا بجرعة ماء من يد كريمة؟ ارتويت وما ارتويت. إن لم ترتوي من بئر ماء فلن ترتوي من ذا الوعاء. مهلا، ما اسمك يا صبية؟ وأنت؟ أجيبي يا صبية، هذا الحارث بن عوف. كبير جليل، كريم الحسب والنسب، ومن ذا الذي لم يسمع بالحارث بن عوف؟ أجيبي عن سؤالك. ولما الغضب؟ بوهيسة هو اسمي، أوازيه بالحسب والنسب،
ولا يزيدني ابن عوف إلا بالمال والرتب. سألني فسألته. دعها يا ابن سنان. ابنة من يا صبية؟ ابنة الذي إن وعد وفى وإن سئل عفى. أوس بن حارث الطائي من الأخيار الأبرار. مزهوة مختالة بأب لو ذهبت إليه لجن فرحا، ولما صدق بأن الحارث بن عوف قد أمن عليه بالزيارة. صدقت، لكن بهيسة صدقت أيضا في ذكر أبيها. أتعرفه؟ أعرفه. يا ابن سنان؟ نعم. لو أنني مررت في القبائل أخطب زوجة لي، ترى أيردني أحد من الناس خائبا؟ ما الذي أضحكك يا خارجة؟ تقول لو أنك مررت في القبائل، أي أنك لم تنزل عندها؟ نعم، لو أنني مررت في القبائل أخطب زوجة لي، أيردني أحد من الناس خائبا؟ نعم. من؟ والد بهيسة، أوس بن حارث الطائي. ما الأمر؟ واحد عن يميني وواحد عن شمالي؟ لن أفتح فمي بكلمة. تكلمي، إكراما لي، إكراما لي. رأيته يعترض دربك، يتحدث إليك. ماذا قال؟ هيا يا بهيسة أخبرينا. ما اسمه؟ من هو؟ من أي قبيلة؟ ماذا يريد منك؟ أكان فصيح اللسان؟ أكان حلو الكلام؟ كان حلو الكلام، كان فصيح اللسان. يريد أن يعرف ما وابنة من أنا. هل تريدني معرفة اسمه؟ ما اسمه؟ الحارث بن عوف. الحارث بن عوف؟ بلحمه ودمه. هذا سيد من السادات؟ ذو مال وجمال وكلمة نافذة لا يردها أحد من العرب. أنا لا أرى فيه سوى رجل عادي، يأكل ما نأكل ويشرب الماء الذي نشرب، ومثواه التراب مثل باقي الناس. مساء سعيد. أبي، ما الذي أخر عودتك إلينا يا أبي؟ أخبار الحرب، أخبار داحس والغبراء يا بنيتي. اجلس يا أبي. هيا اجلس وأخبرنا لمن كانت الغلبة اليوم. ولمن تكون الغلبة في قتال الإخوة والأشقاء؟ عبس من هذه الأرض وذبيان من هذه الأرض، لو أن السلم يفتد بي لفديت نفسي وأوقفت حقن الدماء بين الأخ وأخيه. صدقت يا بهيزة، صدقت. إن غلبت عبس أخوانها فما غلبت سوى نفسها، ويحق هذا القول أيضا على ذبيان. أين كرام القبائل؟ أين أشرافها يا أبي؟ لما لا يوقفون هذه الحرب وفيها خسارة للجميع؟ خسارة الإخوان يا بنيتي يربحها الشيطان. فلترفع عبس وذبيان السيف في وجه الشيطان؟ الشيطان، الشيطان هنا وهنا. الشيطان لا يغلب إلا بالمحبة وبالعقل المدرك. هذا غبار يعلو على مقربة منا، أظن دارنا المقصودة بالزيارة. أريد حالا ما نكرم به الضيوف. حالا حالا يا أبي، حالا. يا أوس اقترب. ها الحارث بن عوف،
الخارج ابن سنان، يا مرحبا يا مرحبا، هذا شرف لم أنتظره يا كبير العرب. يا مرحبا يا مرحبا، على الرحب والسعة، تفضل ادخل يا كبير العرب، تفضل يا ابن سنان. أحمل إليك سؤالا يا ابن حارثة، وأود أن تجيبني عليه. اسأل وإني لمستمع إليك بكل جوارحي. جئتك خاطبا، فهل تزوجني أم تردني عن خبائي؟ مهلا يا أوس، أو تترك الحارث دون جواب؟ عد خائبا يا كبير القوم، ليس لك عندي جواب. ويحه من رجل، أسمعت الجواب؟ سمعت جوابا كنت بانتظاره يا ابن عوف. سمعت سؤال من الحارث والجواب منك يا أبي، هذا سيد من سادات العرب، كيف ترده خائبا؟ كان عليك أن تدخله الدار فنقوم بضيافته وإكرامه ثم تجيبه عن سؤاله. لقد استحمق. نعم لقد استحمق، لو أنك بينت له الصواب من الخطأ ثم أدخلته إلى دارك خير من أن ترد سيداً من سادة العرب هذه الردة. يا من عرفت الصفح والعفو في السراء والضراء. أرى في هذا القول صوابة، أرجو أن أدركه قبل أن يغادرنا. نعم. كنت تعرف بأن الرجل لن يجيبني على طلبي؟ نعم كنت أعرف. وكيف توقعت ذلك؟ من سؤالك. ألم تقل لو أنك مررت في القبائل خاطبا؟ نعم. أوس كما وصفته بهيسة من الأخيار، فكيف تمر به ولا تنزل عنده وتسأله الزواج عند فناء البيت كأنك تريد شراء ناقة؟ صدقت يا ابن سنان، صدقت. حتى لو كنت سيد العرب عليك أن تدرك بأن بين العرب أسيادا للشهامة والمروءة، وعوس يحترم أهل بيته. لقد أخطأت يا ابن سنان، هيا بنا ننزل في ضيافته ونعتذر عما بدر منا. عين الصواب، هيا. يا كبير العرب، يا ابن سنان. عذرا يا ابن عوف، سألتني أمرا لم تسبقه بحديث ولم تقدم عليه قولا، لذلك وجدتني غاضبا. عد ولك عندي ما طلبت. ما أنت يا أوس سوى بكريم لحقت برجل قد استحمق، لو لم تأتي إلي أتيتك بنفسي. أدرك الحارث وجه الخطأ فأراد العودة ليعتذر لك. صغير القوم يأبى اعتذار كبيرهم. أنت كبيرهم يا أوس، ولن أتزوج إلا من صدقك. مصاهرتنا لك كبيرة عزيزة. شكرا.
سمعت حركة في الدار. أنا أيضا قد سمعت. هؤلاء جرح الحرب، حرب داحس وتبيان، حرب عبس والغبراء التي لن تنتهي أبدا. وكيف تنتهي وفي كل يوم المزيد من القتلى والمزيد من طلب الثأر؟ نعم، لن تنتهي هذه الحرب إلا إذا عقد الكبار النيات على الخير. هو ذا كبير من العرب وسيد من أسيادها، الحارث بن عوف قد أتى إلينا خاطبا وكأنه لا يسمع نداء الأرامل والأيتام. وما شأن ابن عوف حتى تلوميه؟ بل شأننا نحن، أنت وأنت وأنا. إن أنا تزوجت من هذا الرجل سأضع بواسطته نهاية لهذه الأيام السوداء. في بعض الأحيان تتكلمين يا بهيسة فلا نعرف المقصد من الكلام. لكل يوم فجر، وفجر العرب على يد سيد كالحارث. ها هو السيد قد عاد، ومعه أبي وابن سنان. شرفت الدار يا أخي، حللت أهلا ووطئت سهلا. أهلا بابن سنان، أهلا بالخارجة. هيا بنا ننحر للضيف. وأنت عليك تحضير الطعام ووضعه ثم رفعه كما تريدين. أكلتما هنيئاً وشربتما مريئاً، قصرنا الضيافة وأنتما أصحاب الجود والكرم. بل زدت في الإكرام حتى أخجلتنا يا أوس. ما رأيت جوداً ولا كرماً مثل ما رأيت في ضيافتك يا أوس. ما هذا سوى حبة من تراب في صحراء؟ والحارث لا يفيه أحد من الناس حقه. يا ابن سنان. نعم. رأينا فتاة غير التي انتسبت إلى أوس، وأخشى أن تكون بهيسة كاذبة. أتيت للمصاهرة، فإذا كانت الفتاة هذه وحيدتها وأجابك عليها ثبتت الخطبة وحق الزواج. وما العمل؟ أعدل عن رأيك ولا تطلب المصاهرة حتى نتأكد. يجوز أن أعدل عن رأيي بعدما حدث الذي حدث؟ إذا نطلبها يا ابن عوف، يا فتاة جميلة خفيفة الحركة تصلح أن تكون زوجة طيبة. لكن قلبي تعلق بهيسة وهي لا تبرح عقلي مذ رأيتها. فكر أولا ثم تصرف يا ابن عوف. أنت كبيرة بناتي، فإذا ناديتك أخرجي إلي. فقد أتى الحارث خاطبا، فإذا أعجبك خطبتك له، وإلا فلتخرج الوسطى ثم الصغيرة بهيسة. لن أحرم واحدة في كن حقها، والحق للفتاة الكبيرة أولا. هل الصواب فيما قلت؟ نعم. يا أوس، يقولون خير البر عاجله، فهل عجلت في أمر الخير؟ ليقل الحارث ولن نمنع عنه ما نقدر عليه. عفيت يا أوس، دخلت خاطبا ولن أخرج إلا بما دخلت من أجله. تعالي يا ابنتي. أه
هذا الحارث بن عوف، فانظري إليه. هو سيد سادات العرب، كبير الحسب كبير النسب، وقد أتى طالبا خاطبا، قد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ ما الجواب عندك يا ابنتي؟ لا تفعل يا أبي، لا تزوجني إلى سيد كبير من الأسياد كابن عوف. عجبا من جوابك، إن كل فتاة تتمنى أن تكون زوجة لرجل كريم مثله. لست بارعة في الجمال فأستحقه. نعم الجمال جمال الوجه. أنت سيد قومك ولست صابرة عليك. لو خاطبتني يوما من مركز السيادة ساعة الغضب. إن للغضبان عذرة، والغضب يذهب الحلم. ولست بابنة عمك لترعى رحمي. صدقت الفتاة، ابنة عمك تحميها منك القرابة ووحدة الدم. وليس هو بجارك يا أبي ليستحي منك. أوس أخي، لا آمن أن ترى مني ما تكره فتطلقني. عودي يا ابنتي، بورك فيك، تريدين أمانا كاملا، والرفض أو القبول هو حق من حقوق. شكرا يا أبي، وليعذرنا سيد العرب. يا أوس بن حارثة، عذرنا الفتاة وشكرنا سعيك، نعود إلى الديار ونترك أخا كريما في هذه الدار. شرفتنا بزيارة يا ابن عوف. حتى الماء، أصبحت أحس أنه مر المذاق. وهيزة، وهيزة هنا في دار ابن عوف؟ ما الذي أتى بك؟ ولأي أمر أتيت يا زينة بنات العرب؟ عجبا عجبا مما أرى وما أسمع. ماذا دهاك؟ من تحدث ومع من تتكلم؟ لما لا تجيبني يا ابن عوف؟ من تكلم ولا أحد سواك في الدار؟ دعني يا ابن سنان ولا تضحك مني، إنها أحلام يقظة. خيرا يا أخي، خيرا يا سيد القوم. رأيتها هنا تنظر إلي وتبتسم، وسمعت صوتها، لا أجمل منه صوتا ولا أعذب. عشقت بهيسة؟ وهل فيما أشعر به من عيب يا ابن سنان؟ لا، لكنني أخاف عليك كثرة التفكير، فهي تضني الجسد وتضعف من قواك. التفكير في بهيسة أمر جميل وإحساس مجبول بالسعادة وبالألم أيضا. لا أخفي عنك، أثرت منك الفؤاد والعقل. هي لك إن أحببتها، سأبحث عنها حتى أجدها.
ربما كانت صادقة بقولها ولم يخرجها إلينا أوس. ربما هي ابنة أوس بصدق. اطمئن، سأتحرى لك الأمر وأعود إليك بالخبر السار. شهر كامل قد مضى على الحادثة، تراها لا زالت تذكرنا. الذي أعرفه يا أخي إن القلب إذا مال أمال، فلا بد أن بهيسة تذكرك بالخير. أرجو هذا، أرجو هذا من كل قلبي. قل لي يا ابن سنان، ما هي أخبار داحس والغبراء؟ ما هي أخبار الحرب؟ لا أمل في الوفاق. المحبة تخرج من قلوب الطيبين، الصبيان رجال نستطيع التحدث إليهم. لا أظن، لا أظن بعد أن شربت الصحراء من دماء القبيلتين. أتعلم يا ابن سنان؟ قل. لن يغمض لي جفن حتى أجد الوسيلة التي أنفذ بها إلى قلوب المتقاتلين. ربما تجدها يوما يا ابن عوف، ربما تجد الوسيلة التي توقف فيها هذا النزيف المؤلم. آمل هذا، آمل هذا من كل قلبي. بهيسة، بهيسة، قلة الطعام والسهاد والصمت الطويل ومسحة الحزن هذه على وجهك، لابد من سبب يا بهيسة، ولكل سبب مسبب. ما بي من شيء يا أختي، فدع الهم عنك. لن يزول الهم حتى نعرف ما تخفينه عنا. لا أخفي شيئا. أصدقين القول ولن نتكلم به إن علمنا. هذا وعد ومن وعد وفى. لماذا أحمل غير ما أحمل من شقاء؟ شقاؤنا يهون علينا، ولا يهون علينا أن نراك حزينة النفس والقلب. ما بي من حزن إلا على جرح الحرب، على قوم عبس وذبيان. من أجل هذا تمتنعين عن الطعام وتحرمين عينيك النوم؟ وهل من أعظم؟ أشقاؤنا في رمال، ستكون يوما مقبرة للجميع. وهل لنا يد فعالة ولم نمدها لنمنع الشقاء؟ الأيدي التي منها رجاء مغلولة حتى العنق. إني لأتساءل لما لا تمتد بالخير إلى الأخ الذي أباح دم أخيه، وإلى ابن العم الذي يسعى لقتل ابن عمه. لو كان في عبس وذبيان من يخجل لمات خجلا مما يرى ويسمع. حييت يا عوس. تفضل، تفضل إلى دارك يا حارث، تفضل إلى دارك يا ابن سنان. عدنا كما ترى وفي العودة رجاء. لو رأيناك ألف مرة لقلنا زدنا يا حارث ابن عوف، عسى قدومك إلينا خيرا. علمنا أن لك ابنة غير التي رأيناها، وإني وطدت العزم على أن أصاهرك مهما كان الأمر. هذا حارث بن عوف، قد أتى خاطبا من جديد. ولا هذه، إنها لا تشبه بهيسة في شيء. أوقعت نفسك مرتين، إما أن تخطبها وإما أن يلومنا الرجل إن نحن تراجعنا عن الأمر الذي جئنا من أجله. يا ابنتي، هذا سيد العرب قد أتاني خاطبا وإني أنوي أن أزوجك منه، فما تقولين؟ لا تفعل يا أبي. كيف وليس بي من علة؟ مهلا يا أخي، أتردين الرجل خائبا
وهو رأس الرجال. يا أبي أنا خرقاء وليس عندي من نباهة العقل ما عند الحارث، والفرق في الذكاء كبير، فهو يستحق امرأة توازيه عقلا وتحاكيه ذكاء وفطنة. لا يولد المرء متعلما، والعقل يتسع لشتى المعارف. وليس بيدي صنعة أحمي بها نفسي. الرجل يحمي المرأة، لست بحاجة للصنعة. لا آمن أن ينفر مني بأمر يكرهه فيطلقني. على الزوجة أن تظهر الحسن لزوجها. يا أبي لا هو ابن عمي حتى يرعى رحمي، ولا هو جارك حتى يستحي منك. أرده اليوم إلى أهله خائبا، ولا يردني غدا إلى أهلي خائبا. عودي يا ابنتي، بورك فيك أن ترفضي أو تقبلي، حق لك وعليك. شكرا لك يا أبي، وليعذرنا سيد العرب. هاتي قصعة التمر للضيفين. كما رأيت وسمعت يا ابن سنان، رأس الرجال ترده فتاة إلى دياره خائبة. لما الغضب؟ ليست هي القصد يا ابن عوف، لقد أردت فتاة غير هذه. أظن أن بهيسة أخفت عنا نسبها لأمر في نفسها. ألا نسأل أوسا عنها؟ ربما كانت ابنته فعلا. إذا لم تكن ابنته، ظن الرجل أننا نسعى إلى فتاة عشقناها لا إلى مصاهرته. قم بنا نتحرى أمر الفتاة، فإن وجدناها من صلبه عدنا إليه. كما تريد. إلى أين؟ لقد حملت إليكما رطبا من الحيرة. يا أوس، نزلنا ضيوفا فما بخلت، وطلبنا فما منعت، دامت الدار وسكانها. قد يكون لنا لقاء آخر. أهلا متى حللت، وسهلا متى رحلت. وداعا يا أوس. وداعا. ما أظنك إلا عائدا يا زينة الرجال، فقد مال إليك الفؤاد وحللت في النفس والفكر. بهيسة ما خلقت إلا لمخلوق مثلك يا ابن عوف، والمرأة من ضلع الرجل كما تحدث العرب وتروي. نحن بحاجة إلى الماء يا أبي. أن ترحل إحداكما مع بهيثة لأجل الماء؟ لتخرج بهيثة وتأتي بنصيبها، وسنفعل نحن ذلك فيما بعد. لقد سبقتك يا ابن عوف، لابد أن تمر من هنا في طريق عودتك. عادت إلي الروح يا ابن سنان. الآن نعرف الحقيقة وابنة من هي. وأخيرا أشرقت الشمس بعد غياب طويل. أنا لا أؤمن بالصدفة، إلا إذا كنت تسكن عند هذا. أنا أؤمن بها لأني رأيتك هنا مرتين وفي نفس المكان. ثم لا تدعي الجهل، تعرفين أين مضاربي وأين دياري، ولا حاجة بي لأن أسكن عند هذا البئر. إن كنت ظمآنا سقيتك. الظمأ في القلب لا في الفم،
الشوق يعذب الفؤاد منذ افترقنا يوم أن التقينا أول مرة. إن كان مديحا استمعنا، وإن كان غزلا امتنعنا. هناك دار للأخيار، وما تنفعنا زيارة الدار وقلب الصبية قد من الأحجار. بنات العرب لا يكشف لهن قلب إلا في حضرة ولي الأمر. ترى أنعرف اسمه هذه المرة؟ سبق وذكرته لك، أوس بن حارث الطائي. حلو اللسان كاذب الكلام. ويحا للظنون، ما ذكرنا سوى الصدق وللكاذب المنون. أسمعت يا ابن سنان؟ سمعنا، ولن نترك الفتاة حتى نعرف اسمها ونسبها بلا مواربة. لا خير في صحبة سيء الظن. لا خير بفتاة تعذب الناس وتضحك منهم بأخبار ملفقة. قل له يا ابن عوف، قل له أن يبتعد عن طريقي، وإلا حطمت رأسه بهذا الوعاء. اسمعي. وإن كان سيدا من الأسياد. اسمعي يا من أسميت نفسك بهيسة. أنت أيضا، هل تفضلت وابتعدت عن طريقي، وإلا حطمت هذا الوعاء فوق رأسي. دع يا ابن عوف، إنها تحبك. ما أردت اعتراض الطريق، بل وجها ينير ديار بني عوف، وقمرا يسطع على مضارب أهلي وقومي. أبي أخرج لك الكبيرة، ثم أخرج لك الوسطى، فإن ذهبت إليه هذه المرة أخرجني إليك. أنت فعلا ابنة كريم من الكرام وصادقة القلب واللسان، ولكن إن أنا سألت فبماذا ستجيبين؟ أبي مثل ما أجابت الكبرى والوسطى؟ ألم نقل بنات العرب لا يكشف لهن قلب إلا في حضرة ولي الأمر؟ ما تقول يا ابن سنان؟ نعود إليه فليخرج إلينا. وأن امتنعت كما فعلت أختها؟ سبق وقلت لك إنها تحبك. إذن هذا يوم سعدي، هيا بنا. هيا. بهيسة، بهيسة، تعال يا ابنتي، هذا الحارث بن عوف، الرجل الغني عن التعريف وصاحب الرأي في بني قومه، أتى خاطبا. إني زوجتك إياه عن طيب خاطر إن وافقت أولا، فالرأي الأخير يعود لك يا بهيسة. أجيب يا ابنتي، فالرجل ينتظر منك الجواب. أدبتني يا أبي فأحسنت تأديبي، وأنا لا أشكو علة في الجسد ولا في النفس، تعلمت منك الطاعة والقناعة، نعاشر بالمعروف ونحفظ الود والعهد، لا نفشي سرا ولا نعصي أمرا، فإن وهبنا العقل وهبناه القلب والعقل، وإن وهبنا العقل والقلب وهبناه الروح، فإذا طلقني بعد هذا لا أخلف الله عليه. بورك فيك يا بهيسة، ما جوابك يا ابن عوف؟ لسان ذو فصاحة وبيان، عقل وافر وجواب حاضر، واجهتنا بالتكريم ف
فلن نجيبها إلا بالتعظيم، فإن هي موافقة غدا لنا إلى الديار مرافقة، وإذا طلقتها لا أخلف الله علي. زوجي وقرة عيني، لن ينجو مني من كدر هذا الوجه الطيب وطرد الابتسامة عن الثغر. ما الأمر يا بهيسة؟ قد زال الهم وذهب الغم، وكفاني منك هذه الإشراق. أين كنت؟ ودعت ابن سنان ليعود إلى الأهل ويخبرهم بزواجي من قمر الصحراء. هذه أيام سعادتي، لقد وهبت أجمل الأماني. لست أكثر حظاً مني، أنا وهبت الشهامة والكرامة وسيداً من الأسياد. سأجعل من دارنا جنة ترفرف السعادة في كل زاوية منها. وأنا سأحتفظ لك بهذه السعادة وأجعل أمنيتي الوحيدة رضاك. إن كرهت شيئاً كرهت، وإن أحببت شيئا أحببت. تعالي تعالي يا زوجي، تعالي لنجلس معا، فأنا لم أصدق عيني بعد. لا لا، بهيسة لما هذا النفور؟ ألست زوجا لك؟ بلى زوجي، فديتك روحي ونفسي. إذن ما الخبر؟ لن أجلس معك وجها لوجه حتى نصل ديارك. إني أخجل القرب منك في دار أبي. أليست لهذه الدار حرمة؟ صدقتي صدقتي يا زوجتي الحبيبة، إنك على صواب. متى نرحل؟ منك الأمر ومني الطاعة. نرحل غدا؟ غدا. نجلس في هذا المكان هنيها لنرتاح من عناء الطريق ثم نتابع المسير. أخشى عليك التعب يا قرة العين. معك أنت لن أشعر بالتعب ولو سرت في الصحراء حتى نهاية العمر. هلا أخبرتني بأمر عبس وذبيان؟ حرب داحس والغبراء. نعم، كمنوا لداحس حتى تفوز الغبراء، ثم وقعت الحرب وسالت الدماء من القبيلتين. وتظن؟ لا مجال للظن، هكذا حصل. لا، ما هي إلا رواية يتحدث بها الرواة، وما أدراك، قد يكتبونها غدا في الصحائف لتصبح حقيقة. إني أعرف الكثير عن هذه الحرب يا بهيسة. تعرف الكثير؟ فماذا فعلت لإطفاء نارها؟ الكثير الكثير، ولكن لا فائدة، لقد وقع الشر وسالت الدماء كما قلت لك. وهل تصدق أن كل ما جرى من ويلات بين القبيلتين فقط من أجل سبق بين بهيمتين؟ ماذا إذن؟ هناك من عمل على إدخال السواد إلى قلوب عبس
ثم عمل على إدخال السواد أيضا إلى قلوب ذبيان. أفصحي. عندما تشتد الظلمة في القلوب يشتد الظلم بين الناس. أفصحي يا أبو هيثم. كما استطاع أحدهم أن يدخل السواد إلى قلوب المتقاتلين، يستطيع إنسان آخر أن ينير هذه القلوب، أن يطرد منها الشر. ولكن من يقدر على هذا؟ إنسان عرف المحبة، كبير جليل ينكر حتى ذاته من أجل السلم بين قبيلة عبس وقبيلة ذبيان. نطقت بالصواب، نطقت بالصواب يا قرة العين. ألا نسير الآن؟ كما تريد. نترك جوادك هنا ونسافر على جواد واحد. لا لا، بهيسة، لما هذا النفور؟ أنت زوجتي، عماد بيتي. وهل تعامل الزوجة كما تعامل الأمة؟ ماذا تريدين أن تبيني؟ عندما نصل دارك يكون لك ما تريد. ما رأيت عمري رجلا يلتصق بامرأته أمام عيون الناس الشاخصة إليه. دائما على حق، دائما على حق. هيا. بهيسة، 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 عدت مسرعا. لا صبر لي على الفراق، ودعت المهنئين ورافقت كبار القوم حتى آخر الدرب، ثم عدت أعدو وكأن الخباء سينتقل من مكانه. لا يوازي هذا الشوق إلا حب بهيسة لزوجها. ولا يوازي حب بهيسة لزوجها إلا من أضناه الغرام فذهب بعقله. تعالي، تعالي يا زوجتي الحبيبة، حان لنا أن نجلس معا وجها لوجه. بهيسة، إن كان هذا النفور كرها والبعد جفاء أصدقيني الخبر. لا يا ابن عوف، لا أيها الزوج الطيب الكريم، لا وألف لا. ما أحببت ولم أحب هذا الحب الذي يعيشه قلبي، ولكن ولكن ماذا يا بهيسة؟ أما فكرت في حرب داحس والغبراء؟ بلى والله. وهذا الأمر يعذبني. أنا سيد العرب، أنا صاحب الشأن في الناس، أتزوج لأنجب الأطفال، بينما ألوف الأطفال من عبس وذبيان يفقدون الأب والعم والخال. أأنا مقرير العين وعيون الأرامل لا تعرف النوم؟ لن أرى الراحة غدا إن رأيتها اليوم. والنار كالحسد تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولكن كيف؟ كيف أوقفها؟ وبأية طريقة؟ كانت لي محاولات عديدة أخفقت، فشلت، ثم يأست من الصلح. عليك بالشيطان أولا ثم ابدأ مسيرة الصلح. الشيطان؟ أي شيطان تعنين؟ لو أن الشيطان في هذه الحرب لخرجت إليه ولم أعد منها إلا قاتلا أو مقتولا. الشيطان هنا وهنا، ولا يقتل إلا بالمحبة وبالعقل المدرك. ساعة
سأعود إليك بالسلم والصلح بين العرب، حتى ولو دفعت حياتي ثمنا من أجل هذا. ولو دفعت حياتي أنا أيضا ثمنا من أجل ما تطلب يا ابن عوف. وفقت فيما تطلب يا ابن عوف، وفقت في السلم، فلا عدت إلا والبسمة على ثغري. واخبرني ما الأمر. مهلا يا أخا العرب، ما الأمر؟ يا قوم، مهلا يا أخا الحارس. أرى الفرح على هذا الوجه الطيب. وأي فرحة يا أبو هيسة، وقع السلم بين عبس وذبيان. اتفقت مع الهرم بأن ندفع الديات من مالنا ونحمل عنهم دماء القتلى. وتصدقني القول أيها الحبيب؟ ويحا للظنون، ما نطقنا إلا بالصدق، وللكاذب المنون. أفرحت قلبي مرتين يا ابن الحارث، مرة بزواجي منك ومرة بالصلح بين العرب. ليت نساء الدنيا على مثال زوجتي، ليت كل امرأة تضع في قلب زوجها المحبة والوفاء والحب للأخ لأخيه. ليت كل رجال الدنيا على مثال زوجي، يسعى إلى جمع القلوب فيطرد منها الشيطان، فينيرها ويبدد سواد الظلم والظلام. مهلا مهلا لتسمعي ما قاله الشاعر زهير بن أبي سلمى بالمصلحين. وهل قال فيك زهير شعرا؟ قاله لنا نحن الاثنين، الحارث بن عوف والهرم بن سنان. يمينا لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم.